التنمويات القديمه يتعدى ال 40%. هم راحوا مروجين حول العالم، واللي ماسك الجمعيه الجغرافيه دي هو روبرت ماردوخ على فكره، اللي هو الصهيوني اللي بتاع الاعلام. فراح مروجين حول العالم وعملوا احتفاليه كبرى عتمت عن مصر والدول العربيه ان توت عنخ امون عبراني، وطلعوه بصوره ان هو ابيض الوجه وعينيه ملونه والكلام دوت، واحنا ما حدش اعترض ولا اتكلم. ليه بقى؟ ليه هم عاملين الكلام ده؟ لان هم بعد الكشف على اناشيد اخناتون لقوا ان في نصوص كامله في التوراه متاخده من اناشيد اخناتون، وما عايزين يطلعوا ان عائله اخناتون كانت اصلا عبرانيه، وان هو ده كان نبي يهودي، وان سلالته اللي هو توت عنخ امون ده يهودي. وخاصه بقى ان هم يعني شوف حضرتك مجموعه توت عنخ امون بتعمل ضجه ازاي حوالين العالم، الناس بت العالم كله بيتمنى ان مجموعه توت عنخ امون مثلا تروح له بتعمل ضجه ازاي. فتخيل بقى لما هم ياخدوا التاريخ دوت او ياخدوا الحقبه دي منك، زاد ان هم يبرروا لنفسهم تزييف التوراه. يبرروا لنفسهم تزييف التوراه اللي هم اخدوها من اناشيد اخناتون، الجزء يعني نص كامل ماخوذ من اناشيد اخناتون، ده غير ان هم سارقين من الجبتانه المصريه اللي هي متون الجبتانه اللي هي كان زمان رصدها راهب ايتن المصري، سرقوا نصوص كامله من مخطوطات الجبتانه المصريه محطوطه في التوراه، وقصدوا ان هم يدمروا الاصول ويحرقوها ويحاولوا اي حد عنده نسخ كانوا يشتروها باموال خرافيه ويدمروها، ومع ذلك فضلت نسخ اثبتت ان سرقوا منها انهم حراميه. طيب احنا اتفقنا دلوقتي ان هو فكر سرقه الحضاره برضه لخدمه هذا المخطط، كل ده في الاخر خدمه هذا المخطط اللي هو بيتم. النهارده واحنا على ارض الواقع النهارده ونحن نقترب من حاجات، لان النهارده انا بعتقد ان اخر الشهر ده ديسمبر ده او اخر السنه دي بتمثل تاريخ معين فكره. فالنهارده احنا برضو بنتكلم اسلحتهم ايه في هذا الموضوع. بس السؤال اللي عايز اساله قبل الاسلحه ايه، طب النهارده الذي ينفق على هذا الموضوع بتبقى الدول ولا المنظمه الماسونيه ذات نفسها، ولا الاسر اللي هي اللي احنا بنقول عليها المتنورين والناس دي كلها؟ ما هي النقطه ان زي ما قلنا تخليفوا بعضيهم، زي ما قلنا بقى حكومه الظل دي، حكومه الظل دي مسيطره تماما على الاقتصاد العالمي، مسيطره يعني مثلا زي ما قلت عائله روتشيلد املاكها لوحدها تعادل نص اموال العالم كله. يعني تخيل كم المليارات الرهيبة، هي مسيطرة على بنوك العالم كلها وحركة الاقتصاد في العالم وحركة سوق الذهب وحركة كذا وحركة كذا. وعلى فكرة من ضمن أسباب قتل القذافي، غير طبعا موضوع الثورات وليبيا ومش عارف ايه، القذافي كان في أموال اسمها أموال الحركة الثورية الليبية، دي كانت من ضمن الأموال اللي مش مرصودة رسميا لكن يعرفها اللي هم المجموعة بتاعة القذافي دي، كانت عبارة يعني هي مليارات بس انا عايز اجيب رقمها بالظبط، بس هو حولها لذهب وكان هيسك عمله ذهب. وعلى فكره الكلام ده عليه يعني نازل كل الاثباتات والوثائق بتاعته، ممكن نفتحه في موضوع تاني في مره تانية. كان هيسك عمله ذهب، العمله الذهب دي كانت هتوقع تماما الدولار، هم اصلا الدولار واليورو هيقع، بس دي كانت هتنقل مركز القوه الاقتصاديه في الوقت دوت لافريقيا في الوقت ده. وده موثق ان من احد الاسباب انه لازم القذافي يقتل، والفلوس دي على فكره لغايه دلوقتي الناس اللي جوه ليبيا ما يعرفوش تماما اصول، ما يعرفوش حجمها تماما، وهي موثقه مش كلام مرسل. بس كنت عايز انقل على نقطه ان هو بيتم الصرف في حاجه اسمها التمويل الاسود. التمويل الاسود ده اللي هو التمويل اللي ما بيمرش عبر مسارات قانونيه، وعلى فكره اوباما ممسوك عليه كذا حاجه مش عارفه ازاي العالم ساكت عليها. يعني هو لما كان بيمد الحركات اللي هي في مصر مدها مثلا وسالوه في الكونجرس وفي حمله رومني جاب الاثباتات دي، هو